يقولون هكذا. في إيران في زمن السيد البروجردي، الشيخ السيد حسين البروجردي، في قم جاء شاب أو جاء والد شاب للسيد البروجردي وقال له: سيدنا، إن لدي ولد، هذا الولد لديه أفكار فهمت منها بأنه يشكك في وجود الله. سيدنا، لدي ولد يشكك في وجود الله. طيب الإخوة اللي يبلغون على البث، هذه المحاولات لن تنجح، البث سوف يستمر، وأنا لدي الآن 5 حسابات والسادس في الطريق. يعني لو طار حساب سيولد حسابات. خلينا نقص القصة مع السيد البروجردي. السيد البروجردي في ذلك الزمن لما علم بأن ابن جاره يعاني من مشكلة في الإلحاد، ماذا قام؟ أخذ يذهب يوميا قبل الذهاب إلى الدرس لمدة 20 دقيقة، 20 دقيقة، فيذهب ويتحدث مع هذا الشاب حتى يعيده إلى صوابه، وبقي على هذه الحالة لمدة طويلة. طبعا الطلبة الذين كانوا يدرسون عند السيد البروجردي شعروا بأن السيد يتأخر يوميا هذا الوقت، ففي أحد الأيام قام له أحد الطلبة وقال له: سيدنا، لماذا هذا التأخر؟ قال لهم: أنا عندي عمل. وطبعا هو أبلغ ذا عن العمل، ولكن هم رادوا يعرفون شنو العمل. فالسيد طبعا ما قبل أن يقول لهم ما هو العمل، ولكن لامهم على ماذا؟ قال لهم: أنتم عندما كنت أتأخر في بيتي هل كنتم تستفيدون من الوقت؟ قالوا: لا سيدنا، ما كنا نستفيد من الوقت، كنا نعتقد أنه علينا الانتظار وانتظارك فقط. قال لهم: أنا كل يوم كنت أتأخر 3 ساعة، وصار عندكم معلوم بأنني سأتأخر 3 ساعة، لماذا لم تضعوا لأنفسكم برنامجا تستفيدون منه خلال هذه 3 ساعة؟ قالوا: سيدنا، ما خطر في بالنا أن نضع لأنفسنا برنامج. طبعا تعرفون البحث الخارجي يبقى فترات طويلة، فالثلث ساعة يوميا يعني فترة طويلة مع الزمن، خصوصا السنوات طويلة، هذا إذا طبعا بقي الوضع على حاله مع هذا الشاب. السيد البروجردي ماذا قال لهم؟ طبعا هذا يعني هو زيادة ولكن أقوله لكم للفائدة. السيد البروجردي قال لهم: أنتم تعرفون بأنني اعتدت على التأخير لمدة 3 ساعة، عندي صار عمل طارئ، ومع ذلك كنتم تجلسون هذه 3 ساعة من دون أن تقوموا بشيء؟ قالوا: سيدنا، ماذا نعمل في خلال 3 ساعة؟ ماذا قال لهم السيد البروجردي؟ قال لهم السيد البروجردي: نحن حفظنا القرآن في أوقات انتظار الأساتذة، الوقت الذي كنا ننتظر فيه الأساتذة كنا نحفظ القرآن، حفظنا القرآن في وقت انتظار الأساتذة.
فلا يوجد تقصير. مرجع الطائفة، مرجع عام في قم عندما يسمع بوجود شخص يحتاج إلى تنبيه في قضايا الشك في الله سبحانه وتعالى يترك عمله ويذهب للحديث معه ويؤخر درسه يوميا ثلث ساعة من أجله. أيها الحيدري، هذا الذي تقوله عن المؤسسة ليس إلا خروج عن الاستواء النفسي، ليس إلا خروج عن الاستواء النفسي، وإلا لا يمكن لا يمكن لا يمكن للإنسان أن يبرر هجومك على المؤسسة الدينية بتفسير آخر. طبعا توجد أسباب أخرى أيضا غير هذه القضية أيضا تخص الحيدري، ولكن هذا الآن لا أريد الخوض فيها حتى لا يقول أنه أنت يعني الآن أصبحت كما يقال محللا نفسيا على طريقة سيغموند فرويد أو على طريقة ذاك تلميذه أو ما شاكل ذلك. أنا أنصح بشكل شخصي كل الأشخاص الذين يبحثون عن الثقافة أن يقرأوا في علم النفس، لأنه سيفتح المجال لكثير من القضايا التي ترتبط بسلوكيات الإنسان ولها أسس ولها مبادئ في الفكر الإسلامي، خصوصا الآيات القرآنية التي تتحدث عن بعض القضايا التي اكتشف أنها حقائق علمية ولكنها أيضا موجودة في القرآن الكريم. هذه القضية المهمة. هذا الشاب الذي رد علي أقول له أولا هذه ليست محاكمة للنوايا، هذا نوع من تفسير السلوك، نوع من تفسير السلوك، وتفسير السلوك هذا ليس مرتبطا بقضايا السرقة التي أنا قمت باكتشافها، وإنما هو مرتبط بحالة التناقض التي أصابت الحيدري في تصرفاته وفي أفكاره وفي كل ما صدر منه. وكل الذين يريدون أن يفهموا هذه القضية أن يقرأوا كتاب الأستاذ حميد مجيد هدو، الدكتور حميد مجيد هدو، كيف أن الحيدري يتقلب في آرائه. واعتبر الدكتور هكذا هذه الحالة حالة غير معتادة، لا أقول اعتبرها حالة مرضية لأنه طبعا يميل له كثيرا، وجعل هذه الميزة من الأمور التي تسببت في خروج الكثير من طلاب الحيدري من درسه، بسبب أنه الطلاب يتعلمون هذه الفكرة، يقول أستاذنا هذه الفكرة، يأتون بعد فترة يجدونه يقول ماذا؟ بخلافها. فأصبح البعض منهم ماذا؟ في حيرة من أمره، هل الحيدري باق على هذه الفكرة أو لا تركها؟ ولذلك ترك الكثير من طلاب الحيدري درسه لسبب لهذا السبب. البعض طبعا استمعت، لا أريد أن أبقي الصورة غير مكتملة، البعض يعتقد أن هذا النوع من التناقض هو نوع من التطور، نوع من التطور، نوع من شو نقول التكامل، أنه هو عرف الحق فأخذ به. هسه على كل حال هذه آراء في هذه المسألة. طبعا هذا رد سريع على هذا الشاب، ولا أعتقد أنه ذكر شيئا. ها نعم، ذكر بأنه من أبجديات البحث العلمي أن لا تدخل بالنوايا، هذا ما له موجود في أبجديات البحث العلمي. خليك بعيدا عن المنهج البحث العلمي ولا تكن من الذين يخوضون في شيء لا يعرفونه. حصل لك جل حط على رأسك، لأنه شعرك واضح أنه أنت تتعب عليه بالجل. أنا لو كان عندي شعر أيضا كان سألتك عن الجل الذي تضعه على رأسك الشريف. هذا المقدار يكفي، ثم بعد ذلك نستعلم.